بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. شو النهاردة إن شاء الله طبقا لمجموعة من الزملاء طلبوا مسألة 7 وطلبوا ريفيجن كده على الروت لوكس، فهنعمل كده الأسبوع ده إن شاء الله وفي الميتنج اللي جاي. يعني دي الطلبات اللي أنت طلبتها في الميتنج اللي فات، الميتنج اللي جاي إن شاء الله يوم الاثنين. عايز استقبل كل أسئلتكم اللي تخص الجزء اللي فات عشان أقدر أكمل بإذن واحد أحد. مسألة 7 بتقول an industrial process requires that the temperature of materials being mixed in a tank to be held constant. The complete system shows a voltage R as the input calibrated in terms of the desired temperature. يعني عملية صناعية بتتطلب إن في مواد بتتخلط هنا في التانك دوت، لازم تكون درجة حرارة المواد دي درجة حرارة ثابتة تقريبا ما بتتغيرش، عشان الكيميكال رياكشنز المطلوبة هتحصل عند درجة الحرارة دي، ولو اتغيرت الكيميكال رياكشنز هتتغير مش هنوصل للهدف اللي احنا عايزينه. طيب والفولتج ار هو الانبوت بتاع السيستم دوت، يبقى الانبوت بتاعي بالفولت هو متعاير عشان يديني درجة حرارة معينة. يعني لو الار ده مثلا 100 فولت، يبقى مثلا هيوصل 220 فولت سوري، هيوصلني 100 سيليزيوس. اكتر من كده مثلا هيديني سيليزيوس تانية، فهو متعاير كل فولت قصاده سيليزيوس قد ايه. طيب اللي بيحصل مش كده، لان السيستم ده ليه افشنسي طبعا، فالاكشوال تمبريتشر سيتا از ميجرد باي ثيرموكابل اميرزد ان ذا تانك. يعني اللي بيحصل في الحقيقه ان درجه الحراره الفعليه اللي هنا بتتقاس ازاي، بتتقاس بثيرموكابل موجود جوه التانك كده. طيب انا اقيس درجه حراره ازاي احولها لفولت تاني، ما هو ما دام هما الاثنين داخلين على نفس الانبوت هنا، يبقى الارض بالفولت والبي ده كان بالفولت. البي ده اختصار فيدباك، الفيدباك جايه من هنا. طب اللي هنا ده درجه حراره، يبقى اكيد الثابت دوت بتاع الكي بي هو بيحول لي درجه الحراره الى فولت، الى ايكويفالنت فولت او الى كورسبوندنج فولت. فهتلاقي في ثابت اهو 0.2 فولت على السيليزيوس. اوكي، ذا اكشوال سيجنال از اكشواتنج سيجنال اي is amplified to produce a voltage V. بعد كده الفرق ما بين الاثنين بيديني اللي هو الاكشويتنج سيجنال اللي هو الايرو. بامبليفاي بعمل لها امبليفيكيشن، يعني بزودها بكبرها عشان اقدر اقوم بيها السيستم ده، بتتحول من فولت اي صغير لفولت كبير. يبقى اذا احنا عايزين نتعود على المنظر ده، ان انا يكون عندي ريفرنس فاليو وفيدباك فاليو او ريفرنس فاليو وكنترولد فاليو، الفرق ما بينهم بيشغل السيستم. الفرق ده بقى ممكن يكون فولت، ممكن يكون سنتي، ممكن يكون سرعه، ممكن يكون تورك، اي حاجه. المهم ان الاكشويتنج سيجنال الايرور اللي طلع ده اللي هو الفرق ما بين الريفرنس والكنترول او الريفرنس والفيدباك، انا بضخمه او بعمل له امبليفيكيشن عشان اقدر اقوم بيه السيستم تاني. اوكي، الفولت ده بقى داخل ايه؟ داخل على السولونويد. السولونويد ده في ايه او بيأثر؟ في ريزيستنس ب2 اوم وفي اندكتنس ب1 هنري. يبقى دي دايره كهربائيه انا ممكن ارسمها على جنب كده، ان انا يكون عندي فولت بيأثر على ريزيستنس واندكتنس. طب الكلام دوت ان سيريز. طيب الفولت بيمرر تيار، التيار هيمر في الدائره الكهربائيه دي، هيحصل ايه؟ قال لك producing a force of 30 نيوتن لكل امبير. يبقى اذا لما انا اشوف فولت هيمرر تيار، التيار ده بقى يا اما هيولد تورك يا اما هيولد فورس. انا هنا ليه قال لي فورس؟ واضح جدا انه قايلها فوق اهو، والثابت بتاعها 30 نيوتن لكل امبير، يعني كل امبير هيديني 30 نيوتن، كل امبير هيديني 30 نيوتن. لو كان ده تورك كان يقول لك مثلا 30 نيوتن متر لكل امبير. يبقى يبقى كل امبير بيديني 30 نيوتن متر. وفي نفس الوقت الاوتبوت بتاع الفورس اكس، لكن الاوتبوت بتاع التورك سيتا. يبقى انا فهمت كده ان في فولت بيمرر تيار، التيار ده بيولد فورس بتاثر على السولونويد ارميتشر دوت. الدائرة الكهربية فيها ريزيستنس واندكتنس، والارميتشر ده متصل فيه سي وكي، دامبنج كوفيشنت وسبرينج، والماس بتاعته قايل لك ان هو مهملة او قايل لك فوق ان هي مهملة، فهيزق السولونويد ارميتشر دي مسافة اكس. اوكي، يبقى حركة اي كويل في مجال مغناطيسي بتولد لي فورس، الفورس دي زقت السولونويد ارميتشر مسافة اكس، ففتحت الفالف ده، الاكس ده فتح الفالف ده، عدى في دوريت سخن ستيم فلو، رفع لي درجة الحرارة اللي كانت قليلة، قربها لي شوية من الرينج المطلوب، وهكذا اخد فيدباك واشوف الايرور اتضخم وهكذا لغاية ما اوصل للستيدي ستيت ايرور. طيب
انا كده فهمت الموضوع ولسه ما كملتش كلام، لسه ما كملتش قرايه. اقرا كده سولونويد ارميتشر ويتش هاز نيجليجبل ماس افكتيف دامبنج كذا ريزيستنج سبرينج كذا ذا موشن اوف ذا سولونويد ارميتشر ستيم اكس ماشي، كل ده انا فاهمه، مديني بس شويه كوفيشنت كده انا عارفها. بعد كده allowing steam in heating coil لما بيفتح اكس ات ريت 50 متر مكعب لكل ثانيه وكل متر، يبقى ده كي كيو. عرفت منين ليه سميته كي كيو؟ عشان هو بتاع فلوريت والكيو رمزها فلوريت. طيب بعد كده علاقه التمبريتشر بالسيتا جيفن. طيب السؤال بقى دلوقتي انا عايز اجيب الكي ايه اللي يخلي السيستم ده ستيبل. الموضوع تشعب وكبر وانا فهمت حاجات وفي حاجات لسه مش فاهمها، يعني انا فهمت حاجات وبدات اكتبها وفي حاجات لسه مش فاهمها. عشان اربط الدنيا ببعضيها بقى واخد خط كده ما بين التفكير اللي هو المبدئي والتفكير اللي المفروض هيطلع الحل على الورق كده بقى، تروح كاتب لي الاتي. اول حاجه بنكتبها تحت كده، بنكتب كل الرموز اللي كانت جيفن بوحدتها. ده فيدباك وانا عارف ان ده هيتضرب في التمبريتشر يطلع لي فولت، ده بتاع الباك. طيب دي ريزيستنس ماشي، ده اندكتنس ماشي، دي كي اف، ده هيتضرب في كارنت يطلع لي نيوتن ماشي. الماس بصفر، الستيفنس انا عارفها، الدمب كوفيشنت انا عارفه، كي كيو هيتضرب في اكس يطلع لي كيو. اشمعنى اكس؟ هي الاكس بتاعت الفلوريت، هو الاكس اللي بيتحكم في الفلوريت. ارجع للرسم. طيب ايه تاني؟ اروح كاتب السطر، يبقى اول خطوه انا كتبت كل الرموز والارقام والوحدات وعرفت كل واحده استخدم في ايه. كاتب السطر ان الار الريفرنس والباك يطلعوا لي ايرور، الايرور يكبر يبقى فولت، الفولت مرر تيار، التيار يولد فورس على سونود ارمتشر، الفورس تحرك السونود ارمتشر، اكس بتفتح فالف، اكس يعني الاكس يعدي فلو ستيم فلو سخن يروح عامل لي تمبريتشر تانية اسمها سيتا. يبقى دول 1 2 3 4 5 6 7 8 9، يبقى احنا عايزين 8 معادلات. انا عارف ان الفرق ما بين الريفرنس والفيدباك هو الايرور. الايرور ده لو انا ضربته في الكي اي عملته امبليفيكيشن جبت الفولت، علاقه الفولت بالريزيستنس والاندكتنس انا عارفها، ار اي زائد ال اي باي دي تي، ما جابليش سيره هنا باك الكترو ماجنتيك فورس فولتج، فمش هعمل زائد في بي، ولو فيها زائد في بي هيبقى بيساوي كي في في اكس دوت، هيساوي كي في في اكس دوت، والكي في ده ثابت سرعه واكس دوت ده سرعه اللي هو السولونويد ارميتشر، و اكس دوت متر على الثانيه. يبقى الكي في عشان يطلع فولت هيكون عباره عن ايه؟ فولت في متر على الثانيه. يبقى ده لو فيها ثابت وحدته فولت في متر على الثانيه، فهعرف ان في باك الكترو ماجنتيك فورس فولتج هتتحط هنا بالبلس او هتتحط هنا بالماينس زي ما قلنا في المحاضره. اوكي بعد كده بقى عندي كارنت، الكارنت ده لو اتضرب في كي اف هيطلع لي فورس، بقى عندي فورس، الفورس بتساوي ام اكس دبل دوت زائد سي اكس دوت زائد كي اكس، فين ام اكس دبل دوت؟ بصفر، لان مفيش هنا كتله. هو قال لك اعملها. الحمد لله بقى عندي اكس لو اتضربت في كي كيو هيطلع لي كيو، والرموز بتاعت الوحدات او اليونتس انا كاتبها لك هنا عشان تبقى عارف مين واستخدم في ايه. وبعدين عملت لهم كلهم لابلاس مفيش اي مشكله، الكلام ده كله قديم. وبعدين علاقه الباك بالتمبريتشر اهو، الكي بي ده وحدته عباره عن ايه؟ وحدته عباره عن فولت على السيليزس، لما تضرب في السيليزس يطلع لي فولت. وفي معادله جيفن اللي هي علاقه الكيو بالسيتا، دي اصلا جيفن. تعال نرسم كل واحده من دول لوحدها، وبعدين زي البازل كده بعد ما ارسم كل واحده لوحدها اركبهم بحيث الصوره تبقى مظبوطه. ار ناقص بي بيطلع ايه؟ ار ناقص بي يطلع ايه؟ بعد كده ارسم الثانيه، الاي اللي طلعت دي هضربها في كي ايه يديني فولت، الاي اللي طلعت دي هضربها في كي يديني فولت. بعد كده الفولت اللي طلع ده اقسمه على ار زائد ال اس يطلع كارنت، الفولت اللي طلع ار زائد ال اس يطلع كارنت. وبعد كده عندي الكارنت يضرب في كي اف يطلع فورس، يضرب في كي اف يطلع فورس. بعد كده عندي الفورس اقسمها على سي اس بلس كي اديني اكس، اقسمها على سي اس بلس كي اديني اكس. بعد كده عندي الاكس اضربها في كي كيو اديني كيو، اضربها في كي كيو اديني كيو. بعد كده عندي الكي بي ده فيدباك، هاخد فرع من التمبريتشر اضربه في كي بي يديني الباك اهو، هاخد فرع من التمبريتشر اضربه في كي بي يديني باك. طب انا ما طلعتش ما بين، ما طلعتش من الكيو سيتا لسه، دي جيفن اهي خلاص. يبقى كده الكل واحده مرسومه لوحدها، هتيجي تركبهم انت بتركب حضرتك الاوتبوت بتاع الاولاني هو الانبوت للتاني، الاوتبوت بتاع الاولاني هو الانبوت للتاني، الاوتبوت بتاع الاولاني هو الانبوت للتاني، وهكذا هترسموا ورا بعض لغايه ما اوصل لايه؟ للتمبريتشر سيتا دي. يبقى انا هفضل دي هربطها مع دي، ودي هربطها مع دي، ودي هربطها مع دي، ودي هربطها مع دي، ودي هربطها مع دي، والكيو هربطها مع كيو دي لغايه ما تطلع سيتا، يبقى واحده تترسم فيدباك بس. اهو يطلع رسمه كده.
اوكي، بعد كده اروح حاطط الارقام بقى، هضرب ده في البلوك 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 ده، وكله معايا بالارقام ما عدا الكي ايه، يطلع المنظر ده. دي الجي، والاتش بتاعتي ببوينت 2 اللي هو الكي بي. بعد كده اعمل جي على 1 بلس جي اتش. طبعا محتاجه شويه رياضه بس كده، تقعد تعملها، تضرب في مقام بمقام، هتروح جايب الترانسفير فانكشن، تاخد المقام بتاع الترانسفير فانكشن تعمل عليه راوس. بص بقى راوس، انا خدت المقام ده، لما تيجي تعمل راوس 2 29% ناقص 100 في 2 ناقص 600 كي اي في 2، اهي 29% 2900 ناقص 200 ناقص 1200 كي اي، ده في ده ناقص ده في ده على ده. طبعا انا الجزء اللي فوق ده يا جماعه احنا قتل بحثا، يعني احنا قدرنا نعرف نجيب الجي ونعرف نجيب الاتش ازاي، وبعدين نعرف نجيب الترانسفير فانكشن جي على 1 بلس جي اتش، لما اروح اضرب فوق وتحت في مقام المقام في مقام المقام يطلع بالمنظر دوت. دي الموضوع منتهي مفيش كلام. راوس بس عشان ما يلخبطكش، انا خدت المقام اللي هو اس تكعيب اس تربيع اس اس واحد اس اس صفر، وبعدين خدت 2 100، وبعدين خدت 29 والقوس الكبير، وبعدين 29% ناقص 2 في 100 زائد 600 كي ايه على 29، يديك الرمز الكبير اللي اسمه ايه ده، انا كاتبه ايه بس عشان ايه مفيش مساحه كبيره انا اكتب كل الهيصه دي هنا، فانا كاتبه ايه وبفنط ايه ده بره، 29% ناقص 2 في 100 زائد 600 كي ايه على 29. طيب دي 2700 على 29 يطلع 93، وبعدين 1200 على 29 يطلع 41. الرقمين دول طلعوا منين اللي فوق اهو، 29% ب 2900 ناقص 2% ب 200، 600 في 2 ب 1200 كي ايه. طيب 2900 ناقص 200 ب 2700، 2700 على 29 يطلع الرقم ده، وبعدين 1200 على 29 يطلع الرقم ده. اوكي ده الايه، فور ستيبل سيستم لازم يكون الايه ده اكبر من الصفر. طبعا كملت راوس عادي، بس هو الشرط لازم هيجي من رو اود، الشرط بيجي من الرقم. بعد كده لازم يكون الرقم ده اكبر من صفر، طلع ان اخلي الرقم ده كله اكبر من صفر، يبقى كي ايه لازم يكون بالكثير قوي 2 وربع. طب ده كلام جميل. لو انا عايز اجيب بقى الفريكونسي اوف اوسيليشنز، بقول والله لو هو كريتيكال مثلا، يبقى عندي صف صفر هنا اهو، اطلع هنا يبقى 29 اس تربيع زائد الكلام ده في اس اس صفر، اقدر اجيب الاوميجا سي. نكمل بقى الراوس في فيديو اخر عشان ده ما يكونش طويل عليكم. اشكركم يا شباب، ونكمل كمان شويه.